غير وانا في المستشفى. يمكن المشوار دوت انا مش عودة عليه، وحسنا بقى لها 4 5 شهور معايا. هو كان جاي بقى حالته عامله ازاي؟ هو جاي طاير بقى، جاي بيجري، جاي بيعمل ده. احنا واقفين يعني قابلين المطب، لازم يعدي المطب عشان ياخدنا احنا. لازم ياكل المطب عشان يعرف، لازم ياكل المطب، لان احنا طبيعي متعودين ما بنعديش غير من بعد المطب. هو في كذا مطب في المكان ده، كل هو عدى المطب من سرعته جه. هو كان هو احنا بقولك انا لسه بحط رجلي في الارض وشايفه قدامي عربيات، فوجئت ان انا هنا. جه جري شالنا ازاي، خبطنا ازاي، حسيتش باي حاجه، حسيتش باي حاجه. الا بعدها بثلاث ايام ما بسأل بنتي بقول لها انا فين، قالت لي انت هنا بقالك 3 ايام. ما حسيتش حتى بالله الله يرحمها يعني استاذه حسنى؟ حسنى ميتة النهارده. ما حسيتش بحاجه خالص؟ بصي احنا ماشيين انا وحسنى جنب بعض، احنا ما بنسيبش بعض، بقالنا النهار من ليله الشغل بنفطر مع بعض وقاعدين مع بعض. هي حكي لي ظروفها وانا حكي لها ظروفي، وربنا العالم بيها. حسنى غلبانه واهلها على قد حالهم. طب احكي لنا هي ظروفها ايه؟ هي معاها عيلين، ولد عنده كهربا، وبنوتة صغيرة، وبتشتغل شقيان عليهم. وجوزها اللي انا اعرفه عن كلامها بردك والله اعلم ان هو كان متجوز واحدة غيرها، وهو عايش مع التانية، ودي يوم ودي يوم. وجوزها راجل ميكانيكي، كانت شقيان عليها يعني. شقيان على عيالها، كان بتشتغل كوافيرة. هي العائل الوحيد ليها؟ هي العائل اللي العيلين. كان بتشتغل يعني كوافيرة، كانت جهلت بس يا فادي بعد اذنك عشان تتكلم عنها، خليها تتكلم عن صاحبتها. اشتغل كوافيرة، كانت برضك بتسعى ان هي تشوف حاجة تانية جنب الشغل. بتشتغل بنبقى 6:30 بالدقيقة قدام باب الفرع. عارفة يعني ايه اما تبقى 6:30 جوه مدخل باب الفرع؟ يعني انت بتخرجي من بيتك، حسنا ساكنه بشتيل، يعني انت بتخرجي من بيتك 5:45 ما بيكونش حد لسه خرج من بيته عشان تخرجي وتقومي لشغلك. حسنا كانت ست غلبانه وست طيبه وست حبوبه، الله يرحمها ويسامحها، الله يرحمها. محدش فينا شاف منها حاجه وحشه. وجهي لها كلمه والله، لو هي قدامك هتقولي لها ايه؟ والله الله يرحمك، هو نصيبنا احنا ما عملناش فيه حاجه عشان هو يأذينا. احنا ما أذيناهوش ولا حتى ما بنفتكروش غير بكل خير لما بيجي افيه من افيهات الافلام او اللي هو فيها بتاع الفاضيه بنضحك عليها. هو اذاني واذاها من غير ما اعمل حاجه. هي خارجه على بيتها وعيالها، وانا جوزي متوفي وخارجه على نفسي وعلى حالي. كل واحد فينا خارج بيجري الاكل على اكل عيشه. ليه اذتنا؟ ليه عملتي فينا كده؟ دي نيمتني عاجزه، انا الجزء ده كله كده متدمر، ما تكسير في قاع الجمجمه، الرئه، الدلوع عندي مكسره بتاع الدم دوت، الحوض عندي مكسر، دنيتي كلها دمرتني ليه؟ ودمرت واحده خدتها من عيلين لسه طالعين للدنيا ليه؟ بنتها لسه صغيره، لسه ما شافتش حاجه، لسه ما تعرفش يعني ايه المدارس، يعني ايه التزامات، يعني ايه دنيا. ليه عملنا فيك ايه؟ عملنا فيك ايه عشان تيجي تجري وتشيل ناس راجعين من شغلهم شقيانين من الساعه 6:30 الصبح؟